قول ربنا جل وعلا ووصينا، هذا يدل على أنه ينبغي للعبد أن يكون بره لوالديه، لأنهما وصية الله جل وعلا إليه. وما نقرأه في كتب القراءات ودروس المطالعات شيء حسن أن يذكر لك الكاتب أو المؤلف ما يدفعك لأن تبر والديك، لكن ينبغي أن يكون الباعث الأول في برنا لأمهاتنا وآبائنا أن الله جل وعلا أوصانا بهما. فلو تغيرت عليك والدتك وتبدل عليك والدك وأغلظ أحدهما في الخطاب أو كلفك أحدهما ما لا تطيق، فقبل أن تدفعك نفسك إلى أن ترفض تذكر أن العلي الأعلى أوصاك بهما، وكفاك والله شرفا أن تكون عبدا لله فتلتزم وصيته. وإنما في مثل هذا المقام يعرف مقام العبودية، العاقل يعرف أنه عبد لله لا يخرج عن سلطانه. وليس الأمر الذي يفصل في مقام العبودية ذلك الأمر الذي يتفق مع رغباتك ومطالبك وإن كان حقا، لكن الذي يفصل في مقام العبودية ذلكم الأمر الذي تتلقاه وهو يخالف هواك يخالف حالك، لكنك تقبله لأنك تعلم أنك عبد لربك. قال ربنا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ثم بدأ جل وعلا بالأم فقال حملته أمه كرها ووضعته كرها، وهذا يعني أن الأم لها ما ليس للوالد، ودل عليه حديث أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. ومن الأخذ بهدي الله أن تجعل فارقا يسيرا في البر، لا تنقص من قدر برك لأبيك، لكن أكمل لأمك برها حتى تكون عبدا يفقه عن الله جل وعلا كلامه. قال الله حملته كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. فقه منها العلماء علميا أن مدة الحمل يمكن أن تصل ويحيى المولود إلى 6 أشهر، لأن الله قال حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ومعلوم أن الحولين 24 شهرا. وهنا قال وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقال إن علي رضي الله عنه أول من تنبه لهذا. وحمل وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. بعض الفضلاء يقول إن الأشد هي 40، هي 40. والذي يظهر أن الأشد غير 40، لأن الله قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. والعطف في الأصل في العطف المغايرة، الاشتراك في الحكم مع التغاير، فيصبح أنه مطالب في حالين اثنين أن يبر والديه أشد، حال أن يبلغ الأشد وهو 33. وأما إذا بلغ 40 فإن الله نص عليها فيما يبدو ولا نجزم أن الإنسان غالبا إذا بلغ 40 يكون له زوجة وأولاد، فيأتي في الآية ما ينبهه أن لا يشغله زوجته وأولاده عن بره لأبيه وأمه، فلا يقول ولدي زوجتي رزقي مالي عملي. فأكد الله على سن 40 حتى لا يصرف العبد عن بر والديه في مثل هذا الحال، والعلم عند الله. قال ربنا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني
أن أشكر نعمتك، ولا بد أن تفقه أن برك لأمك أو لأبيك أو أي عمل صالح تأتيه إنما هو في أصله نعمة من الله عليك، فالله الذي هداك لأن تبرهما، وهذه نعمة جل حقها أن تشكر. وهنا قال ربنا، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وبعض أهل العلم رحمهم الله من أهل التفسير يقول إن هذه الآية في أصلها تنصرف إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فلا أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بلا استثناء آمن أبواه إلا أبا بكر، آمن أبواه وزوجاته وأبناؤه وبناته رضوان الله تعالى عليه، وهي كرامة من الله له لم يؤتها أحد من الصحابة من في سنه قط. وهذا القول من حيث السند يقبل، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومقام أبي بكر في الأمة أجل من أن يعرف به. قال ربنا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ثم كما أنه رأى في نفسه أنه وفق لبر أبويه أحب أن يبره أبناؤه وبناته، قال وأصلح لي في ذريتي. ثم علم أنه مهما بلغ حاله لن يسلم من زلل، قال إني تبت إليك وإني من المسلمين، يحب أن يندرج في ركب الإيمان وطريق الإحسان كما قال الله عن عبده سليمان وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لما ذكر الحي القيوم قولهم وفعلهم أتبعه بالقبول لهم، قال أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والله جل وعلا وعد المؤمنين وعد صدق أن يدخلهم الجنة، أسأل الله بمنه وكرمه أن يدخلنا أجمعين الجنة.